أنا قبل فترة اتصلت بك ودعوتك للمناظرة مع الشيخ أمير القريشي، أمم بكل احترام أدب، فما يعني ما وجدت يعني رد، قلت إنك ستراجع وتشاهد هذه المناظرة. أي. لا والله أنا ما شاهدت مناظراته، لكن شاهدت له بعض الأشياء، فوجدت أنه ليس أهلا لأن يجلس هذا مع للأسف المسلمين. يعني خطأ من عندك، المفروض تشاهد المناظرات الكويس لكن معه. جيد أنك اتصلت في، أنا كنت أريد أعرف ليش هو ما ناظر رامي عيسى أو وليد إسماعيل أو كذا من المختصين بالشأن الشيعي. اي نعم، هو قال اريد مشايخ، مثلا مشايخ الازهر، مثلا عثمان الخميس، العرعور تقدم المناظره، قال لا اريد يعني مواطنين، كما وليد اسماعيل في المقابله تفرع على شيخ من مشايخ الازهر قال انا مواطن ولست شيخ، انا مواطن ولست شيخ، هذا لا يعدون مشايخ، هذول المواطنين هم درسوا من نفسهم. لكنهم متمكنون من الشأن الشيعي أكثر. نعم يعني أنا بالنسبة لي ما قرأت كتب الشيعة، هو قرأ كتب الشيعة، فهو الذي يفوقني في مناقشة الشيعة، هو أولى لكن مني بمناقشة الشيعة. لا يعدون من المشايخ، يعني لا يعدون من أنا أعدهم من الشيخ المشايخ. طيب على العموم أنا قلت يعني أنا لا أراه إنسانا أهلا أن يعني أجالسه وأكلمه في شأن إسلامي، وأنا ما أراه يعني له أي نوع من الاقتراب للإسلام، يعني أي قرب من الإسلام. كيف؟ هل المرتد ما حكمه بالشريعة؟ أسألك عن شيخ خميس، هو مرتد لماذا؟ أرتد كيف؟ أنا أسألك الآن، المرتد ما حكمه بالشريعة؟ حكمه أن يناظر؟ عندكم عند الشيعة أنا ما هو مرتد كيف؟ أنت تقول عنه مرتد، مرتد كيف؟ ما هو سأخبرك، لكن بس أجبني مشان أعرف حكم المرتد عندكم في الشيعة. المرتد يكون حكمه للإمام الغائب عجل الله فرجه الشريف، لا يعني شخص يتولى حكم المرتد. ما في حكم شرعي له؟ لا يبقى للإمام الغائب عجل الله فرجه الشريف. وبس يجي الإمام الغائب، ما في حكم إسلامي موجود في الكتاب أو في الحديث يبين حكمه؟ هو الذي يقوم بالحد الشرعي. يعني لكن يوجد حد، صح؟ نعم يوجد. طيب. لكن الذي يقوم به المعصوم لكن عليه الصلاة. ايه بغض النظر من الذي يقوم به، انا ما ليس هذا الموضوع النقاش عندي، لكن موضوع النقاش اذا حكم المرتد في حكم معين، وليس حكم المرتد ان يجلس معه مشايخ ويناظره. هذه هي. أنت تجوز قتل أمير؟ انا ما اقول، انا سألتك انت عندكم بالشيعة، انا سألتك الحكم عندكم بالشيعة، بس يجي عجل الله فرجه هو الذي يحكم، انا ما لي علاقة. لكن انا اقول لك طالما ان هذا الحكم، أنا بالنسبة لي ليس عندي حكم أن المرتد يناظر، هذه هي.